مرحبا بكم في قناة الكيدز تويز، القناة العربية الأولى التي تعرض كل ما يخص ألعاب الـLOL سبرايز وشعارها تيفا. مشتركين قناة الجدد، هناك صفحتنا على الفيسبوك اسمها كيدز تويز فانز. نجري مسابقة أسبوعية لربح كرات الـLOL سبرايز، وتجدون الرابط واسم الصفحة أسفل كل فيديو. سوف يكون تحدي بين اليوم سوف يكون تحدي جميل بين بيبي سواك، كوين بي، ديفا نيون في عجلة الحظ. هيا لنبدأ. دعونا أولا نستعرض الجوائز. الجائزة الأولى هي نام نامز، والجائزة الثانية هي LOL سبرايز سباركل سيريز، والجائزة الثالثة هي ميني براندز، إنها الميني شوبينج براندز بارتي بوب تينز. ها هي الجوائز. ها قد استعرضنا الجوائز، دعونا نبدأ. وها هي حافظات الماء. هي لقد أتيت لأدعم أختي، تفضل يا كينج بي. وأنا أيضا أتيت لأدعم نايون. ميو ميو. قطتي. ها هي أول كرة وضعنا بها الديفا، إن حصلتم عليها سوف تفوزون. أما الكرة الثانية وضعنا بها هذه الرسالة، حصلتم عليها سوف تفوزون أيضا. الكرة الثالثة وضعنا بها كوين بي، وأيضا كرة كوين بي رابحة. أما الكرة الرابعة وضعنا بها هذه أيضا جائزة، إذا أصبحت لدينا 4 كرات فيها جوائز. أما الكرة الخامسة وضعنا بها هذه، إن حصلتم عليها سوف تخسرون. والكرة السادسة أيضا وضعنا بها هذه، وإن حصلتم عليها سوف تخسرون. وآخر كرة، كرة فاضية، إن حصلتم عليها سوف تعيدون الكرة. إذن ها هي 7 كرات. حسنا يا LOL، دعونا نبدأ. من الأول؟ أنا أريد أن أبدأ بالديفا. عدة جدا، هيا لنبدأ. 1 2 3. إنها رقم 2. هنا البيت 1 2. ها هي. حسنا، دعونا نتعرف على ماذا حصلت الديفا. حصلت على الديفا. واو، يا لهذا الحظ يا ديفا. أي واحدة من الجوائز تختاري؟ ها دعيني أرى. لا أريده. ميني براندز لا أريد. أريد سباركل سيريز، أريد لعبة الـLOL هذه. حسنا يا عزيزتي، إنها لك. لقد فزت. واو، يا لحظها. من التالي؟ أعتقد أنها كوين بي. ماذا كوين بي؟ ليست بيبي سواك. ولماذا ليست كوين بي؟ لا، إنه دوري. كفاكما شجر، هيا يا نيون كيوتي. ها قلت نيون كيوتي؟ نعم، دعيهم يتشاجروا، جاء دورك. حدثنا 3. رقم 6. 1 2 3 4 5 6. ها هي كرتي. واو، لقد فازت نايون. أنا فزت. حسنا، سوف أختار. ماذا سوف أختار؟ الميني براندز، أعشق الميني براندز. أريد أن أحصل على شيء جميل ولذيذ بنفس الوقت. حسنا يا نايون. حسنا، من التالي، كوين بي أم سواك؟ حسنا، دعي كوين بي. 3. حصلت على رقم 3. 3. هيا حظك يا كوين بي. لقد خسرت يا كوين بي. ها عزيزتي، إنها لعبة. لا أريد، أريد أن أفوز. الديفا ربحت، نايون كيوتي ربحت، أنا لم أربح. عزيزتي، إنها لعبة، في المرات المقبلة سوف تفوزين، سوف يحالفك الحظ. لا أريد. هيا يا كوين بي، نريد أن نكمل. هيا يا عزيزتي. 1 2 3. أيضا رقم 3. لقد خسرت يا سواك. لا 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 لا، انظري جيدا، انظري جيدا، انظري، أرجوك انظري جيدا، أنا لم أخسر. لا، هذا ليس عدلا، أريد أن أفوز. لا لا. سواك، آسفة لأجلك. الديفا ونايون، لقد ربحتما اليوم.
لقد حصلت على سبوركل سيريز وأنا حصلت على ميني برانس. هيا لنستعرضهم ونفتحهم. هيا هيا، أنا متشوقة لأرى على ماذا حصلت. هيا هيا هيا. أوه ها هم. هيا لنبدأ أولا بكرة الألوال سباركل سيريز لنرى على ماذا حصلنا. هيا لنرى على ماذا حصلت الديفا. وها هي لمعرفة الشخصيات. لنرى على ماذا حصلت الديفا. أتمنى أن تكوني حصلتي على شيء جديد. دعونا نرى. واو، لقد حصلت على شيء جديد. إنها تذكرني بشخصية في سيريز 3. وها هي الثياب. ها هي حافظة الماء. وها هو الحذاء. لنتعرف على هذه الشخصية النائمة. هيا. واو، ها هي، تذكرونها في الحلقة السابقة، اسمها سنغل بيب لكن بجلتر. حسنا، ها هي سنغل بيب. أيضا سنغل بيب تبصق الماء وتعمل بيبي. ها هي سنغل بيب، انظروا كم هي جميلة. هذه التي حصلت عليها؟ نعم، إنها سنغل بيب. سنغل بيب، كيف حالك؟ أنا ديفا، لدي صالون، أريدك أن تعملي معي. أعمل؟ حان وقت نومي، مع السلامة. هاي، انتظري سنغل بيب. سنغل بيب، ها هي الميني برانس. دعونا نرى ماذا حصلت نايون. هيا يا نايون. هيا. أولا حصلت على أسكيبي كريم، إنها بطعم الفستق. ها هي يا نايون كيوتي. أو تعال يا قطتي. يا لي من فرحة، حصلت على شيء لذيذ. لنرى المفاجأة الثانية يا نايون. دعينا نرى المفاجأة الثانية. ما هذا؟ أعتقد بأنها، دعونا نرى هذا. أعتقد بأنك حصلت على أرفف. ما هو رفقك يعني يا كيوتي؟ انتظري علي ما تشائي. هيا لنكمل. واو واو واو، سوف أضعه في غرفتي الجميلة. فكرة جيدة. حصلت أيضا، حصلت أيضا على صوص، إنه أيضا صوص جميل. دعينا نرى. واو، حصلت أيضا على فازلين. حسنا، لنضعه هنا. وآخر واحدة حصلت على، وآخر شيء حصلت على كريم حلاقة. ها هو. انظري على ماذا حصلت. يا لحظنا السيء. انظري يا قطتي كم هو رف جميل. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو ألو سبرايز.